يعني ايه يا عمة عين السلم؟ اطلق مرتي واروح احب واعوف واتزوج وارجع ويا الاولى على مطيشة؟ ليش؟ خب قوية مرتك الاولى اذا انت حابها وصار عندك ولد، يعني ما عقلت؟ قوية مرتك الاولى ها عيني، وصوروا وعيشوا مثل اول ما كنتوا تحبون بعض، يعني ليش حرامات؟ انت رحت حبيت وزوجت وطلقت وهي بعدها تنتظرك لا حبت ولا زوجت على مودك؟ ليش؟ يعني عافها على مودي وبعدين اتزوج اوكي؟ لا اذا عافها على مودي كان الحب القوي ايش فيكم؟ انت بس هيك فكروا تفكير يعني، او شخص على مودي حبيبات اللي يقولها نرجع او سويت وفتحت لايف، هو اللي يحب هم يعوف يعني ولد صار عنده ما ادري شنو. خلوني ساكتة خلوني ساكتة ما اريد احكي. اوكي زوجة وجابها طفل وعافية شنو تجي بالموضوع انه كسرها اكثر؟ زين ليش يعني؟ ليش كسرها؟ بس يستحيج يا حبيبي مسجل اني اشوفه. لا ضينت لحوم ترى عن طالبني ما جاي عندي احكي على غير شخص، فاني ولا خايفة يعني اذا بدي اجيب طار شخص اجيبه بالاسم. ايه عندي احكي الموضوع اني والشخص اللي ارتبطت بيه اوكي، وانتوا راح تشوفون بعينكم يعني من الغلط اوكي. مبين دايخ وتريد تصعد قناتك وتحصل فلوس من اليوتيوب، جيت يمي صديقي راح اسوي لك شغلات تصعد بيها قناتك لعلى المشاهدات والاشتراكات وتحصل فلوس من اليوتيوب تخبل. الشروط كلش سهله، بس تنزل قسم التعليقات تلقى حساب الانستغرام، تجيني هناك تراسلني وبخير الدله راح اشرح لك شلون اسوي لك دعم وشلون ارتب لك قناتك وشلون تحصل ارباح.